المؤتمرات النقابية مراجعة للذات ومحطة نضالية لتكريس وتعميق الإيجابيات وتجاوز السلبيات. انطلاقا من هذه الأسس أقيم مؤتمر نقابة عمال النفط باللاذقية، أكد المشاركون فيه التزامهم العمل بكل الطاقات والإمكانيات لخروج سوريا أقوى من أزمتها. ها هم اليوم عمال الوطن يحولون مؤتمراتهم إلى أعراس وطنية شعبية، يطالبون من خلالها السيد الرئيس بشار الأسد الترشح لولاية دستورية جديدة، لأنه الأمان لنقل سوريا إلى مواقع العزة والكرامة. إنما قام به عمالنا اليوم في مؤتمراتهم على مساحة القطر هو استثنائيا وبعيدا عن المؤتمرات النقابية التقليدية، لأننا نعيش في ظروف استثنائية، وعمالنا واعين للهجمة التي يقوم بها الغرب مدعوم ببعض أذنابه من العرب باستهداف سوريا. فعمالنا ليس جديد عليهم، فهم دائما حاملون هموم الوطن، وهم الفصيل الأساسي الذين يقفون جنبا إلى جنب مع جيشنا العربي السوري في دحر هذه المؤامرة والانتصار على الظلاميين الذين دخلوا بلادنا بغفلة من العالم. فهذا ما قام به عمالنا ويعبرون عنه في مؤتمراتهم وتمسكهم بنهج قيادة السيد الرئيس بشار الأسد لما يرون بهذا النهج من تحقيق لطموحاتهم وإعمار بنائهم وتطويرها نحو الأفضل. عمالنا على مدى هذه الأزمة كونوا قناعة لا شك فيها بأنه ما من بديل إلا الرئيس الدكتور بشار الأسد ليتابع في مسيرة هذا البلد، وهذا ما يقولونه جميعا من خلال لقاءاتي أنا كرئيس مكتب نقابي في قطاعاتنا النفطية بالمحافظة، إنه نحن الضمانة لأولادنا ولأسرنا ولمستقبلنا ولوطننا هو رئيسنا، لأنه هو على الدوام مع تطلعاتنا. مؤتمر نضالي جماهيري، ولاء للسيد الرئيس بانتخاب ولاية جديدة، وتعبير صادق لانتخاب السيد الرئيس لولاية جديدة. نحن نؤجل كل متطلباتنا، نؤمن بسيادة الرئيس ومواقفه الجبارة في هذه الفترة العصيبة من التي مر فيها بلدنا الحبيب. المؤتمر مهم جدا، لأنه بدنا نوصل رسالة نحن لسيادة الرئيس أنه ترشيحه هو أهم مطلب عندنا هلأ بهالفترة وبهالظروف الاستثنائية. كتير كتير ضروري نعيش نحن هالمؤتمرات هيدا لحتى الناس تعرف وتعبر عن رأيها، أنه ما في قائد وما في ربان سفينة بيوصل شعبه والعرب كلها لبر الأمان غير بشار الأسد. نحن عمال بالنفط في اللاذقية في الساحل السوري، والشعب كله يريد بشار الأسد حامل حمى ورمز عزتنا وكرامتنا. عراقة في المنظمة العمالية ومتانة في مؤسسات الدولة السورية، هذا ما لمسناه من خلال المؤتمرات العمالية التي تقام على امتداد مساحات الوطن.